وفعلا الناس اللي كيعرفوني اكثر كاعلامي، ولكن انا في الاصل رجل قانون، خريج الجامعه الحره لبروكسل، يعني تخصص في القانون العام والقانون الاداري، واشتغلت في دواوين وزاريه في بلجيكا. على اين ثم سالتوني الموقف ديالي يعني من ازمه ديال تشكيل الحكومه في المغرب. انا نظن بانه هذا الشيء اللي كنعيشه حاليا هو شيء ايجابي في الحياه السياسيه المغربيه، لانه حتى كان الاحزاب السياسيه الان والمجتمع بصفه عامه احنا مقبلين على تجربه جديده. كنتكلموا على دستور 2011، صلاحيات جديده للرئيس الحكومه، حتى التشكيله ديال الحكومه من الان فصاعدا نظن بان ما غاديش تكون بهذيك السهوله اللي اعتادوا عليها الاحزاب من قبل. من قبل كان عندنا واحد العرف قام الانتخابات كيتعين الوزير الاول، يعني في هذيك الليله ولا في هذاك الاسبوع كتعين يعني الحكومه بصفه عاديه وسريعه جدا. اليوم عندنا احزاب، الى فعلا هذا الشيء صحيح مهم بزاف، عندنا احزاب فيها يعني كاين اتجاهات مختلفه، تقاطبات سياسيه، شي حاجه ايجابيه العمل السياسي داخل البلاد. انا نظن بانه ما يمكنش نتكلموا في هذه الوقيته على واحد السبب رئيسي، ولكن يمكن كاين مجموعه ديال المؤشرات اللي ساهمت في هذا ما يسمى بالبلوكاج، اللي انا بالنسبه كنعاود لها شي حاجه اللي ايجابيه وشي حاجه اللي عاديه جدا. فعلا انا نظن بانه بعض الصحافه اللي قريبه ولا وسائل الاعلام اللي قريبه من حزب العداله والتنميه يعني كتروج بانه يعني هنالك احزاب معينه او لا اراده خفيه كتساهم في البلوكاج وكتعطر يعني المهمه ديال الشعب الى بكره في تشكيل الحكومه. انا لا اظن ذلك. علاش؟ لانه يمكن اولا بعد، وانا هنا ماشي يعني نعطي تخمينات او نعطي سيناريوهات ديال تشكيل الحكومه، هذه ماشي الشغل ديالي، انا كنعطي ملاحظات حول الوضع السياسي الراهن، وايضا انطلاقا من التجربه البلجيكيه اللي نظن بانه واحد التجربه قريبه للواقع المغربي. كتعرفوا انتم سمعتوا على بلجيكا، احنا الحكومه اللي كتشكل تماك دائما حكومه التحالف فيها احزاب كثيره مختلفه، وحتى انتم سمعتوا الازمه ديال تشكيل الحكومه في المغرب ولا عفوا في بلجيكا، ولعل اكثرها شهره هي الحكومه ديال 2010 اللي دامت 18 شهر باش تشكلت فيها الحكومه. اذا انطلاقا من التجربه ديالي وانطلاقا من القانون المقارن ايضا غادي نعطي ملاحظات على ما يقع الان في المغرب. اولا تجربه ايجابيه، ثانيا نظن بانه الحزب اللي تعهدلو انه يشكل الحكومه حزب العداله والتنميه اولا هو المسؤول الاول. علاش؟ في الديمقراطيات الغربيه اللي انا كنعرفها شويه، انا ما كنتكلمش على الديمقراطيه الحديثه ولا التجربه الديمقراطيه المغربيه اللي راها دائما في طريق النشاه. كيفاش كتمر الامور في الديمقراطيات الغربيه؟ انه رئيس الحكومه اللي كيتعين انه هو والحزب ديالو كيطرحوا ارضيه سياسيه اللي فيها الخطوط العريضه ديال البرنامج اللي باغي يشتغل عليه، وكيدعو بعد ذلك الاحزاب انها اللي كتشوف راسها توجد راسها في البرنامج اللي طرحه رئيس الحكومه ولا الخطوط العريضه انها تلتحق او لا تبدي الرغبه في المشاركه في الحكومه، انذاك كتفتح مفاوضات. هنا في المغرب شنو شفنا؟ يعني العكس، انا شفنا هذه ملاحظات انه رئيس الحكومه كيقول لهم دابا المعين سعد بن كيران كيقول لهم دابا انا باغي نشوف شكون اللي يجي معايا الاول، ومن ندير الاغلبيه المريحه عدديا عاد نمشيو نناقشوا البرنامج. انا نظن، ولكن انا هذه يمكن هذا الاستثناء المغربي، تجربه مغربيه، انا غير كنقول لكم يعني الفرق بين الاخرين. نظن بانه من يعني كيقلب سعد بن كيران غير على العدد، فنظن ماشي هذه الشروط لخلق، بالنسبه لي والله اعلم، ماشي هذه الشروط لخلق تجربه او تحالف حكومي منسجم. هو كيقلب على الانسجام العددي اولا. انا نظن بانه كانت احسن وسيله انه يقدم الخطوط العريضه للبرنامج ديالو ومن بعد يشوف اللي غادي يلتحق به، انذاك تكون عندنا حكومه منسجمه. علاش؟ ان حكومه منسجمه وفق ارضيه برنامجيه، وفق خطوط عريضه، وفق يعني نقاط معينه، سقف المديونيه، سقف النمو اللي ما خص توصل له الحكومه الى اخره، هذه النقاط هي اللي غادي تجمع لها الاجماع، ماشي العكس. انا لا اظن بانه الاحرار كحزب التجمع الوطني الاحرار كيشكل البلوكاج او لا حزب اخر. كما الجواب السابق، ظن بانه يعني الطريقه المنهجيه اللي متبعه حاليا
ما كتسهلش الماموريه. طيب انا كنتفهم مثلا من سولتوني الاحرار وانه يعني طالب ان باش ما حزب الاستقلال ما يكونش طرف في الحكومه المقبله، واش هذا ماشي يعني دلاله او لا دليل على انه التجمع الوطني للاحرار كيساهم في البلوكاج؟ انا لا اظن، لانه بالنسبه لي التجمع الوطني للاحرار من حقه يطالب، هذا يعني ماشي غير انسحاب ديال الحزب الاستقلالي، حتى الانسحاب ديال التقدم والاشتراكيه واحزاب اخرى، ويطالب بالتشكيل اللي بغاه هو. علاش؟ لانه السي عبد الكريم هو اللي مشى طلب من التجمع الوطني للاحرار باش يلتحق بالحكومه. اذا انت يا سي عبد الكريم جيت عندي كطلبني انني نشارك، فانا هو ان مثلا السي عز اخ نوش او رئيس التجمع الوطني للاحرار غادي نعطيك الشروط ديالي اللي كنشوفها تسمح لي انني نساهم في الحكومه ديالك. قبلتها تبارك الله، ما قبلتهاش يعني هذاك الشيء شغلك، ما تجيش عندي مشي شوف شي حزب اخر ولا هذاك الشيء شغلك، حيت انت اللي جاي عندي ماشي انا اللي راغب انني نلتحق بالحكومه. انا كنقول هذا الشيء كنقول بانه يعني كنتفق مع الاحرار او لا، هذه يعني غير كان الملاحظه عامه انه الان نحن في صدد تشكيل حكومه، والاحزاب اللي كتشكل حكومه التحالف خصنا نتقبلوا في المغرب بانه الاحزاب من حقها يعني تقترح شروط او الطريقه اللي باغا تدخل بها الحكومه. واش الان واش هاد الشروط مقبوله او لا غير مقبوله، هذا نقاش اخر. هذا الشيء علاش كنقولوا السياسه هي فن الممكن. هنا سيدي ابن كيران هو اللي خصو يعرف كيفاش يوفق بين الشروط ديال هاد الطرف والشروط ديال الطرف الاخر، وكيفاش مثلا يوفق بين حزب التجمع الوطني للاحرار. مره اخرى غياب البرنامج كيزيد يعكس الامور، ما كيسهلهاش، ولكن خصنا نتعلموا. هذه تجربه جديده ما كانتش يعني في السابق في المشهد السياسي المغربي، انه الاحزاب من قبل كانت تدخل بدون شروط بدون مفاوضات، يلا هاجي دخل تحت بالحكومه الى اخره. اليوم انا كنشوفها ظاهره صحيه. هذا الشيء غادي يجيبنا كما سبق الحديث على تقسيم الكعكه. انا نظن من جلاله الملك في الخطاب ديالو على من تكلم على انه ما خصنا يعني نشكلوا هذه الحكومه وكنا نقسموا كعكه، انا نظن والله اعلم يعني هذا رايي المتواضع، كان كيتكلم على البرنامج هو اللي يخلق الانسجام. فكاين الناس اللي فهموا العكس، فهموا بانه يعني ما خصناش نقسموا الكعكه، يعني خصني نمشيو نعيطوا لسي عز اخ نوش التجمع الوطني الاحرار، ان يمكن هذوك حزب يعني كما كيروج له يعني الاعلام القريب من واحد الحزب اللي كيشكل الحكومه، انه يمكن حزب قريب من القصر او قريب من رجال الاعمال الى اخره. انا نظن الكعكه ماشي هي العادات يعني، او لا الكعكه في الاول كما بغاو يفهموها الناس هي فعلا عفوا هي العدد، يعني كيفاش نجيبوا الاغلبيه مريحه عدديا. انا نظن بانه اللي مهم هو البرنامج اللي خص يجتمع عليه الاحزاب اللي غادي تشكل هذه الحكومه. مره اخرى انا اللي قبل ما نتكلم لكم على التجربه البلجيكيه اللي غادي تكون يعني فعلا غادي تعطينا واحد الكليغاج فيما يقع ويمكن تساهم في حل الازمه الحاليه. بعض الناس مثلا كان عفوا مي كنسمع سي عبد الله بن كيران في هذا الاطار كيقول لك انا بغيت حزب التجمع الوطني للاحرار حيت عنده كفاءات وكيسيروا البلاد وعنده يعني ناس عندهم تجربه وخبره الى اخره، ومين كيتكلم على حزب الاستقلال كيتكلم على انه كي يجوستيفي علاش بغى يدخل مع الحكومه، كيقول لك حيت وعطت له الهضره حيت وقف معنا الى اخره. انا نظن هذا فيه شويه ديال الاحتقار لحزب الاستقلال، لان انا نظن بينما حزب الاستقلال حتى هو حزب تاريخي وحزب وطني وحزب عنده كفاءات بحال حزب التجمع الوطني الاخرى. هذا هو اللي غيخلينا السؤال اللي يبقى يعني علامه استفهام، واش في نهايه المطاف فعلا السي عبد الاله بن كيران متثبت يعني بالبقاء ديال حزب الاستقلال في هذه الحكومه او لا؟ مهم على اين؟ لانه هنا ملي كنسمعوا كيفاش كيتكلم على حزب الاستقلال فهو متثبت به غير حيت عطى له الكلمه. هنا كنطرح تساؤل. كنسمع ايضا دائما بعض الناس اللي كيتابعوا هذا الشان هذا من واحد الوجهه السياسيه معينه كيقول لك مثلا المطالب ديال الاتحاد الاشتراكي او ديال حزب التجمع الوطني العربي مطالب عاليه ورافعين من السقف ديال المطالب ديالهم مقارنه مع عدد المقاعد اللي حصلوا عليها. نظن بينما هذا نقاش ما عنده لا شيء يكون غير منطقي. علاش؟ لانه في ظل يعني من كنتكلموا على حكومه ائتلافيه
وبعض المرات الحكومة محتاجة لحزب صغير بزاف عنده يلا 5 ديال المقاعد، ولكن هذا الوضع كيسمح له أنه يطلب شي حاجة اللي كبيرة ويحصل عليها. وكما احنا الآن في ظل تشكيل هذه حكومات الائتلاف، أي حزب عنده الحق يشرط اللي بغى. أنا ذاك هذا كيبقى نقاش سياسي. نتكلموا على التجربة السابقة، كان حزب مثلا التقدم والاشتراكية تحصل على 4 ديال المقاعد الوزارية، واللي كل شيء كان أنا ذاك يقول لك بأن هذه يعني هذه المكاسب اللي تحصل عليها تفوق بكثير الحجم الحقيقي لحزب التقدم والاشتراكية اللي كان كيمثلوا في التجربة السابقة. إذا هاد الناس يمكن من الأحسن يشوفوا التجربة السابقة، وتكلمنا على حزب التقدم والاشتراكية ما كانش كيشكل مشكل. إذا الآن عادي أنه مثلا الاتحاد الاشتراكي ولا التجمع أولا الحركة أنهم يطالبوا يرفعوا السقف من المطالب ديالهم، لأن هذه هي السياسة. السياسة هي أيضا كتجي عندي طلب مني التحق بك الحكومة باش نكمل لك الحكومة ديالك، فأنا يا من حقي كان يعني في ظل هاد في صراع المصالح وفي ظل هاد موازين القوى كنشوف راسي بأنه واخا أنا عندي مثلا عدد قليل ديال المقاعد مقارنة بك، ولكن موازين القوى تفرض عليا أنه أنا يا الآن واحد الموقع قوة كان نفرض عليك مجموعة ديال الشروط اللي أنت يا مطالب أنك تحققها أو لا. لا، الحركة الشعبية شفتوا مؤخرا الرسالة ديال الأنصار اللي وجهها السيد إله بن كيران. أيضا مرة أخرى نقدروا نتفهموا وجهة نظر ديال حزب الحركة الشعبية. الحزب الحركة الشعبية كيقول السيد إله بن كيران يعني من غير المعقول، أو كيف يعقل أنه حنايا كحركة شعبية وقفنا معك في التجربة السابقة في الوقت اللي حزب الاستقلال مثلا انسحب، حنا بقينا يعني وساهمنا في البقاء ديال الحكومة ديالك، وحنايا يعني في ظل الولايه السابقه على ظهرنا يعني انت يا استطعت انك تحقق مجموعه من المكاسب في البرنامج ديالك وحققت طفره قفزه في نتائج الانتخابات الماضيه، وحنا كلينا يعني الدق في الوقت اللي كنا حنايا باقيين معاك، وفي نهايه المطاف تجي اليوم تسمح فينا وتقولنا لا انا غادي نمشي عند ذاك الحزب وخصنا ذاك الحزب. فهنايا نقدروا نتفهموا وجهه نظر ديال حزب الحركه الشعبيه. انا في يعني في التحليل ما كان نشاطر لا فكره ديال هذا ولا ديال هذاك، يعني كنحاول نعطي ملاحظات في هذا السياق. التجربه البلجيكيه نظن هي قريب، لان دابا خصنا امام هذا ما يسمى بالازمه تشكيل الحكومه خصنا نشوفوا شنو كيوقع في دول اخرى. كنتكلموا على القانون المقارن، تكلموا على التجربات السياسيه في البلدان اللي قريبه لنا نوعا ما، حيت مثلا بلجيكا ما تكلموش على فرنسا ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا بريطانيا اللي عندهم كان قطبيه حزبيه معروفه. حنا نتكلموا على الحكومات اللي فيها ائتلاف، فيها مجموعه ديال الاحزاب السياسيه. بلجيكا مثلا وتا هي شهدت ازمات سياسيه في تشكيل الحكومه السابقه. واحد النقطه، اولا ما كاينش في الدستور البلجيكي، وحنا كنتكلموا على الدستور ديال الدول الديمقراطيه العريقه في العالم، وما كاينش شي دستور في العالم تقريبا ديال الدول الديمقراطيه اللي كيفرض مثلا على الملك صراحه انه يعين رئيس الحكومه من الحزب اللي فاز بالانتخابات. هذا عرف ديمقراطي في الدول الاخرى ايضا ديمقراطيه، العرف يقتضي انه اول واحد اللي مطالب انه يشكل الحكومه هو الحزب الفائز. فعلى اين حنا نظن بانه الناس اللي ساهموا في اللي كتبوا الدستور ديال 2011 في الفصل ديالو 48 كان واحد الخطا، انا في تقديري كان رجل قانون كنقول واحد الخطا في لا ريداكسيون يعني الكتابه ديال هذاك النص، لانه فرضوا او قيدوا الملك. يعني اول مره هذا الملك اللي بغينا يكون حكم بالمؤسسه الدستوريه قيدناه، ما بقاش يعني عنده هذيك الحريه والقابليه انه يعني يحكم وفق يعني واحد الحريه اللي اعطينا الهامش ديال الحريه اللي فرضنا عليه. على اي دستور هو هذا غادي نشتغلوا عليه. فانا باغي نشوف يمكن نتكلم لكم على التجربه الكبيره اللي معروفه، هي تجربه 2010 في بلجيكا اللي الازمه ديال تشكيل الحكومه دامت 18 شهر، يعني سنه ونصف باش تشكل الحكومه. العرف في بلجيكا وهذا مهم يعني نتعرفوا عليه ايضا، العرف يقتضي انه الملك يعين دائما رئيس الحزب اللي فاز، ولكن ما كيعينوش كرئيس حزب مباشره، كيعينو كيسموه تما في بلجيكا ان فورماتور. في 2010 هي اصلا بعد في 2007 2008 الحكومه دامت 6 شهور ونص باش تشكلت، في 2010 قلنا 18 شهر. في 2010 شنو وقع؟ الملك عين رئيس الحزب الفائز عينو كوم ان فورماتور باش يمشي يتصل بجميع الاحزاب السياسيه ويرجع عنده يخبره الا فورم، يخبر الملك يقول له ها الوضع السياسي، ها الاحزاب اللي باغيه تلتحق اللي ما باغياش تلتحق.
ولكن أول حاجة قام بها رئيس الحزب الفائز بلجيكا في 2010 من عين الملك انفورماتور هي وضع هو خارطة الطريق، وضع برنامج خطوط عريضة كيفاش كيشوف الوضع الاقتصادي، البرنامج الاقتصادي كيفاش كيشوف البرنامج ديالو سياسيا، إصلاحات المؤسسات الدستورية كيفاش كيشوف الوضع الاجتماعي لآخره. من بعد هذيك المدة اللي دامت تقريبا 21 يوم، مجموعة ديال الأحزاب السياسية ما قبلتش، بزاف ديال الأحزاب السياسية اللي ما قبلتش التحق أو لا رفضت المقترح ديال رئيس الحزب الفائز آنذاك. وشنو رجع رئيس الحزب الفائز؟ قدم، رجع عطى الملاحظات ديالو الى فورمي لو غوب، قدم له الاستقاله، قال له بدي انا هذا الشيء انا قدمت لهم برنامج ما قبلوش، دابا هالوضع يعني في ظرف 21 يوم. انا ذاك الملك غادي يعين واحد السيد سميتو دي هوبو، قال له انت المهمه ديالك تشوف بري فورماتور، يعني قبل تشكيل الحكومه كيفاش يمكن نشكلوا الحكومه. فانا دي روبو حتى هو مشى استشار مع دائما وفق برنامج الى اخره، فشل في المهمه ديالو. يعني انا غادي ندخل لكم بعجاله بلا ما ندخل في التفاصيل. من بعد الملك عين رئيس البرلمان ورئيس مجلس المستشارين، قال لهم انتم غادي نعينكم كوسطاء، لان كاين ازمه سياسيه، مشاو شوفوا الاحزاب السياسيه واتصلوا بهم. مشاو هما رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، قاموا يعني الدور الوسيط، ومن بعد وفي اي مرحله كيقدموا تقرير للملك ديال بلجيكا. دائما الأزمة الحكومية مازال مستمرة. الملك غادي يعين من جديد رئيس الحزب الأول اللي عينه في المرة الأولى، وقال له أنت غادي نشكلك، غادي نعينك كموضح كلاريفيكاتور، غادي تشوف يعني تحاول وضح لي الرؤية السياسية اللي كاينة في البلاد على ضوء المعطيات ديال اللي سبقوك. مشى أيضا هذاك الرئيس في ظرف شهر ونص عمل واحد التقرير سماه يعني التقرير ديال الكلاريفيكاتور الموضح، مشى عاود عند الملك، الملك من جديد عاود الازمه مازال مستمره، عين رئيس حزب اخر ديال الحزب الاشتراكي فان دولانوت، وسماه قال له انت المهمه ديالك هي مهمه كونسيلياتور، الموفق، توفق لي وجهه نظر ديال بعض هاد الاحزاب اليمين والاحزاب ديال اليسار والاحزاب الوسط. فالمهمه ديال هاد الموفق دامت خمسه اشهر، من بعد عاود رجع عند الملك. الملك انا ذاك غادي يعين غيندرس اللي كان انا ذاك رئيس الحزب اللي كنت كنشتغل معاه، عينو كانفورماتور، عاودا غادي يخبره من جديد. فعاود ذاك ديدي غيندرس في ظرف شهر عمل التقرير ديالو ورجع قال له هي الوضعيه السياسيه، ها هما المطالب ديال هاد الاحزاب وديال الاحزاب الاخرى. الملك من جديد غادي يعين ايضا واحد السيد سميتو ووتربيك، عينو كوسيط، قال له دابا دائما المشكله السياسيه قيمه، روح توسط لنا شوف لنا لا. من بعد ثلاثة ديال الأشهر غادي يرجع عند الملك، والملك آنذاك من بعد كل شيء هذا الشيء غادي يعين من جديد دي هوبو رئيس حزب آخر اللي ما فازش بالانتخابات. مهمة جدا، لأن من نرجعوا يعني مختلف التقارير اللي جات عند الملك بينت بأنه كاين إشكال سياسي، فالملك اختار هو كحكم في البلاد، ولو أنه العرف كيقتضي نعينوا الحزب الأول، ولكن الوضعية السياسية تلمو معقدة، فالملك ارتأى أنه تبقى للتقارير والمواقف ديال الأحزاب عين رئيس حزب آخر اللي ما جاش في المرتبة الأولى دي غوبو. وهذاك السيد عاود في ظرف خدا ست شهور هو كيتفاوض مع الأحزاب وشكل الحكومة ديالو بدون مشاركة الحزب اللي فاز الأول، والحزب اللي كان هو الرئيس ديالو أول واحد اللي عينو الملك باش يمشي يتقصى الامور. نتمنى تكونوا فهمتوني الامور شويه معقده ديال الحياه السياسيه المعقده، ولكن جوج ديال الملاحظات انه الا كان العرف يقتضي اننا نعينوا الحزب اللي فاز بالانتخابات ماشي ضروري هو دائما اللي كيتعين. ثاني، وانا هذا ما كنقولش انا كنفضل هذا النموذج، انا غير كنتكلمكم عن النموذج البلجيكي اللي معروف في هذا الاطار. ثانيا، شوفوا ثقافة الحوار وثقافة التفاوض السياسي في ظل واحد يعني في ظل السلمية والديمقراطية. والحمد لله انا قلت لكم هذا الشيء في المغرب ايجابي، لان هذا الشيء اللي رحنا غاديين فيه. ما تنساوش في بلدان اخرى مثلا في الشرق، يمكن من بعد اسبوع ما كتشكلش حكومه، كيخرجوا كاين اللي كيخرج التنوكه، كاين اللي يخرج الصواريخ، كاين اللي يخرج المفخخات الى اخره. حنا الحمد لله البلاد كتبينوا مرات اخرى انها بلد استثنائي، وحنا مستمرين في هذا الوضع ونشوفوا شنو غادي يعطي لنا المستقبل. اذا قلنا قلت انا بانما في 48 ديال الدستور يعني الكتابه ديالو كان فيها شويه ديال الخطا. انا نظن بانه ماشي هذه هي اللي خصو يتعدل
هذا الف 640 خصو يتعدل، ولكن ما نظنش بان ما هذه الوقيته ديال التعديل ديالو، لانه الى عملناها الان فيها الشبهه ويمكن يجيو شي ناس يقولوا بان ما يعني هذا التعديل جاب على الوقيته ماشي هي هذيك باش يتخلصوا من واحد الطرف سياسي او الاخر. انا نظن بان ما خص الحكومه تشكل تاخذ الوقت ديالها وتشكل، ومن بعد يتم تعديل ماشي غير الف 640، كاين مجموعه ديال الفصول، وهذاك الدستور نظن بانه خصو يتعدل لانه دار فواحد الوقيته في 2011 وحنا عارفين الظروف فاش تصاوب هذاك الدستور وقعت فيه مجموعه ديال الاختلالات. نخليو لها حتى هي الوقت الكافي باش نعدلوا الدستور فواحد الوضعيه اللي مريحه جدا. انا كما قلت لكم ماشي حاولت نفهم التجربه البلجيكيه وتجربات اخرى، ماشي ما كاينش غير الرجوع الى الانتخابات، يعني في حالة فشل اليمين كان الرجوع إما إلى الانتخابات أو لندوزو للحزب الثاني. كاين يعني واحد يعني كاين مجموعة ديال الحلول أخرى. أنا نظن بأنه كما تعديل في 648 إلى رجعنا الآن للحزب الثاني في هاد الظروف، وحنا عرفنا التقاطبات والجدال السياسي اللي كان بين الحزب الأول والحزب الثاني، نظن بأنه ولو أنه نظريا ممكنة ولكن سياسيا نظن بانه مستبعده، نظن بانه سياسيا مستبعده، وحتى لا اظن حتى ان الحزب الثاني باغي يدخل هذه التجربه. ف في نهايه المطاف في السعوديه بن قال لك الى توفق فهو هنيئ له، ورنا حنا بغينا نربح البلاد. الى ما توفقش هو قال لك انا غادي نرجع السوارت للولي الامر ونخليو الرئيس الدوله انذاك هو غادي ياخذ. الى في حاله الى ما توفقش بن كيران نديروا الثقه في جلاله الملك وفي التحكيم ديالهم.